جميع المدارس في محافظتي وهي محافظة أدلب مدارسها مختلفة، شباب وفتيات وهن سفور فوق العادة، وخاصة في مدرستي، ولا يمكن بل ولا يستطيع المرء إلا أن يتحدث معهم من خلال الدروس والمطلوب ما حكم الشرع في ذلك، أفيدونا جزاكم الله ألف خير. الذي يجب عليك أيها الأخ أن تطلب مدرسة ليس فيها هذا الاختلاط الذي وصفت حال أهله، لأن ذلك فتنة عظيمة، ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للفتن، فإن الرجل قد يثق من نفسه قبل أن يقع في الفتنة. قد يقول أنا حافظ نفسي وأنا لا أميل إلى هذا الشيء وأنا أكرهه، ولكن إذا وقع في الحبائل أمسكته. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال أن ينأى عنه، أن يبعد عنه. وقال إن رجل يأتي وهو يرى أنه مؤمن ولكنه يضل بما يقذف به من الشبهات. فعلى كل حال نقول أيها الأخ يجب عليك أن تتطلب مدرسة ليس هذا وضعها، فإن لم تجد مدرسة إلا بهذا الوضع وأنت محتاج إلى الدراسة فإنك تقرأ تدرس وتحرص بقدر ما تستطيع على البعد عن الفاحشة والفتنة، بحيث تغض بصرك وتحفظ لسانك ولا تتكلم عن النساء ولا تنظر إليهن.